وانك تاخذين طاقه سلبيه. صباح الخير. الكلام ياثر فيك وايد. صح. صباح تفضلي. ازيك حبيبتي؟ صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. كنا نحكي قد ايه مهم الشخص لما يكون متاثر او حاسس كثير بطاقه سلبيه يقرا او حتى يكتب خواطر، يكتب شو حاسس، خبريني، يفرغ طاقته، يفضفض. هلا مهند عارضني قال لي مرات تاخدي طاقه سلبيه او بتفرغي طاقه سلبيه، خبريني انت شو رايك بهذا الموضوع؟ صباح الخير. انا مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده. نحن هو طبعا بعد السوشيال ميديا او بعد الانستغرام كل الحاجات الجديده دي، الموضوع ده زاد الكلام فيه جدا. هو كان زمان اصلا ما حدش بيقوله، يعني الطاقه السلبيه او الطاقه الايجابيه، يعني زمان كانت المفاهيم دي شويه غير موجوده. فدلوقتي الجدل زايد في الموضوع علشان السوشيال ميديا. طبعا الفضفضه يعني هي ليها انواع، يعني في ناس بتفضفض وبتشاع طاقه سلبيه، وفي ناس تانية برضو بتفضفض بس بتشاع طاقة إيجابية. بس هو فعل الفضفضة نفسه أو ممارسة الفضفضة ككتابة طبعا مش كل الناس على فكرة بتعمله، بس الناس اللي بتعرف تعمله هي ما تقدرش تعيش غير بيه. يعني الناس، وأنا شايفة أنه أغلب الناس دلوقتي بقت بتعمل كده، ممكن حتى يكونوا على تليفونهم، على منديل، على ورقة، على أي حاجة، ما بيقدروش يعملوا غير كده. بس تمام، كمان يمكن الواحد بحس أنه لو فضفض للورقة أو كتب شو بحس على ورقة بطريقة خاطرة أو أيا كان الشيء اللي كتبه، يمكن بحس بالأمان أكثر من أنه يروح يفضفض ويحكي هذا الشيء لشخص تاني. شو السر اللي بتعطينا يا الورقة والقلم في البوح عن مشاعرنا؟ هقول لك الفكرة أنه الورقة، لما بتتكلمي في الورقة أو بتقولي كلام في الورقة، ده بيخليكي تكتبي كلام أنت مش هتقدري تقوليه لحد تاني، أو مش هتقدري أن أنت مثلا تشاركي مع شخص تاني مهما كان الشخص ده قريب منك، بس هو مفيش حد أقرب ليكي من نفسك. صح. فأنت لازم هتفضلي تكتبي طول الوقت. في على فكرة ساعات لو أنت يعني عندك ده في طبع، أو أن أنت أصلا دايما الناس اللي بتكتب كتير هما بيحبوا يتكلموا كتير، يعني دايما تلاقيني بتكلم طول النهار، يعني دايما الناس اللي بتحب تكتب كتير. بس بالكتابه او لو انت مارستي موضوع الفضفضه ده بالكتابه، نادر جدا ما هتلاقي نفسك قادره تتكلمي مع حد تاني. بس في ناس يفضفضوك تقريبا بالسوشيال ميديا، لو تحب تدخلين اي على اي هاشتاج بتويتر او بالانستغرام تكتبين خاطره، بس يطلع لك خواطرك الناس وايد كاتبينها، نستفيد من عندها مرات تكون يمكن قصص او كلام كان يمسنا احنا بعد، فتحس ان هذا الشيء ياثر بعد على القارئ غير الكاتب؟ كاتب الخاطرة؟ لا معلش، يعني تقصد ايه؟ يعني انا مثلا لو قريت بوست او تويتة او كده، يعني اقراها ازاي، استقبلها ازاي ككاتب او كقارئ؟ هو على حسب اللي كاتبها. هو على حسب اللي كاتبها، يعني في ناس مثلا لما بتكتب هي بتكتب كده وخلاص، يعني اي حاجة تيجي في بالها وخلاص. انا صحيت من النوم النهاردة وعندي اكتئاب، بوست يا خلاص، يعني انا هقراها ازاي بقى؟ انا كاتبها ولا انا قارئها؟ انا هتضايق وخلاص. على حسب اللي كاتب هو قاصد ايه وعايز ايه، هل هو يقصد فعلا خير ولا يقصد بس عايز يجلب حزن وسلبية وخلاص. بس يعني هو على حسب اللي كاتب. اخدت هلا هيك بارت من الحديث تبعون حضرتك. تذكرت مش من زمان بلشت القصة معي، هون كنت كاتب شغلي على التليفون عندي، ما بعرف اذا مبينة عندكم. كنت مكاتب شغلة اسمها مذكرات رجل تجاوز الأربعين. فكانت خواطر، كنت طالع بالترام من مدينة. انت ممكن تجمعها وتعملها كتاب. كنت رايح من مدينة لمدينة وكنت بالترام بالقطار، وطلعت عبالي أفكار هيك راندم اللي قلت حلو، يعني أنا بالنسبة أنا كنت قاعد عم أفكر مبسوط إنه هدول اللي عم طلبوا. فكتبت كتير نقط، من وقت للتاني عم برجع فوت اقراهم تما انساهم، لانه انا لو طبعاً ما كنت كتبتهم كانوا راحوا. يعني بتذكر من النقط اللي كتبه، عم بقول اذا عم تلعب مع ولد خليه يربح، خلي الولد يربح، مع انه انا بلعب بلاي ستيشن كثير وفي ولاد ايام بيجي من بس هي اسقاط على شيء كثير اكبر. اكيد عم نحكي، اكيد عم بحكي على شيء اكبر بكثير، بس انه اذا خلي يعني الشخص اللي قدامك يربح. فحط كثير قصص انه احفظ سر الناس، وبس تحكي مع حدا تطلع بعينه، هدول قصص كنت اتذكرك دائما بين فتره وفتره عشان تقدر ما تنساها. كنت 100% من وقت للتاني بس بلش انسى، وبس يضيف شيء عليها فبفوت عنه وبرجع بكملها، وهذا الشيء كثير بياثر طبعاً ايجابيا، بيريحك جدا. بيريح صحيح.
صحيح. فطلعت معي من دون قصد يعني وهيك. وهلا هلا وانتم عم تحكوا تذكرت انه انا كاتب هيك شيء من النهارده. بس احلى شيء ما نشرتهم يعني. انا ما بعرف بحس هلا صار الموضوع مبالغ فيه يعني. صار في فئه من الناس المهم انا عم صف شويه كلمات وانشرها سواء الناس عم تتاثر عم تاخذ طاقه سلبيه ما عم تاخذ طاقه سلبيه عم تحس باللي انا عم بكتبه او لا ما بعرف. انا بحس اكثر شيء حبيته انك انت ما نشرت هذا الموضوع خليته لنفسك يعني. حلو لما الواحد يفضفض لحاله يحتفظ بسر حاله ما ينشر. شوفي يعني هو دائما في يعني دائما بيقولوا ان الكتابه نوعين يعني في كتابه علاجيه وفي كتابه موهبه. هو الكتابه العلاجيه اللي هو يعني اعتقد ان كل الناس بت 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 بتمارسها حتى لو الناس ما عندهمش يعني هوايه ان هم يحطوا كلمات جنب بعضها او ان هم يفكروا في مقال او كتاب. فده ممكن يكون لو انت في حاجه مضايقاكي مش عايزه تتكلمي مع حد فبتضطري ان انت تكتبيها علشان بس مش عايزه انشرها يعني انا مش عايزه اقول لحد حاجه. فده نوع وارد جدا ووارد جدا. انا بكتب حاجات كتيره جدا في منها بنشرها وفي ساعات لما براجع كده بلاقي انه انا مستحيل هنشر دي وبعدين خدتها ونشرتها. يعني هو بيعتمد على انه انت يعني عايزه تقولي ايه يعني ايه اللي انت عايزه تقولي. اكيد مش هتقولي للناس والله انا كنت زهقانه النهارده وقررت ان انا اخرج يعني في خواطر ما ينفعش تكتبيها تبقى نفسك بس. طيب مزبوط هذا الحكي. وفي كمان شغله انا يمكن بحسها هلا اي شخص متعود يكتب خاطره او يفضفض بينه وبين الورق رح يفهم شو قصدي. بس في ناس يمكن بتحس انه هي محتاجه تفضفض وما حدا عم يفهمها حواليها لهيك هي مضطره تكتب وبنفس الوقت ما عندها يمكن المهاره الكافيه لانها تصيغ الجمل او انها ترتب الكلمات. شو الاشياء اللي ممكن تساعد الشخص انه يثقل مهارته بهذا الموضوع ليقدر يفضفض مع نفسه من دون ما يضطر انه هو يفتح قلبه لحدا وهذا الحدا مثلا يستغل نقاط ازاي يعني يكون الموضوع تصويريا بشكل لطيف ورسمي. هو مفيش وسيله اخرى غير القراءه يعني القراءه ثم القراءه ثم القراءه يعني يعني هي دي الحاجه اللي انت هتخليكي تقدري تغلفي احساسك او تغلفي الكلام اللي انت عايزه تقوليه بشكل رسمي ممكن نقول بشكل ادبي بشكل يفيد الناس كمان. يعني مش لازم بس انت لما تكتبي حاجه وتنشريها تبقي انت مرتاحه. يعني انا دايما بفكر انه احنا ازاي نقدم قيمه او حاجه الناس تستفيد بيها معلومه او خاطره او وتحديدا كمان انه القراءه مرات تخلينا ننخرط بعالمنا الواقعي بطريقه فيها وعي اكثر وبنفس الوقت انت عم بتقولي بتثقل مهاراتنا. بس هل انت مثلا مع انه الكلمات المكتوبه إلها وقع على النفس حتى لو مو انت كاتبتيها؟ طبعا ممكن طبعاً. تفسر حالتك بطريقه واحيانا بتقرا اي شيء نوار بتحسيه لامس قلبك وكانه الشخص عاش حالتك. هذا شيء كثير بيصير معنا. هو هذيك اليوم وقت جبتي الكتاب تبعون القصص كتاب قصص ومذكرات وكذا تبعون كافكا ايه كان عم يكتب رسائل مثلا. دايما حتى في القراءه يعني الكتاب بيتصنفوا على اساس هم قد ايه بيقدروا يوصلوا للكلام اللي انت بتفكري فيه وقد ايه هم مدى قربهم لحاله الانسان. احنا كلنا في الاول وفي الاخر بني ادمين كلنا بشر كلنا بنشعر بنفس المشاعر في اوقات محدده في الفرح في الحزن في كل حاجه فكل بنتشابه في حاجات كتير. فكل ما بتشوفي حاجه يعني زي ساعات ده تلاقي تقولي الكتاب ده يعني قريب مني اكتر ليه عشان هو ممكن يكون وصل لك اكتر. فطبعا الكلمات ليها وقع كبير جدا عليكي وبرضه بيعتمد على انه مين الكاتب. حدا قرا فيكم سيكريت؟ سيكريت انا قريتها. سيكريت سيكريت ايه اه طبعا هيدا مثلا الناس كلها طبعا بس هيك. نزل العالم كله عملت ضجت فيه واعطيكي انرجي ورجع نزل منه فيلم. انا بفضل نقرا الكتاب اكثر من مع ان الكلمات اللي فيه ايهاب يمكن كانت قصيره جدا بين الجمل اللي كانت موجوده. حتى لو نفكر فيها مرات لو حد كتب خاطره يمكن ما بشرط تكتب جريده كامله كخاطره يمكن جملتين هي تشفع يمكن عن اليوم موضوع يعني. حرفيا موضوع هلا صح هو صح كثير انتشر مثل ما خبرتينا حضرتك تقريبا كل العالم قرأته. بس ما بعرف انا ما وصلني يعني انا من الاشخاص اللي حتى ما حسيت عندي رغبه افتح هذا الكتاب. انا هذا النوع اللي هو انا مثلا اعلم حدا كيف يكون سعيد ما كثير بقتنع بالقصة انه هي السعاده بتنبع من جواتنا نحن. ما فيني اجيب حدا حياته سوداويه واقول له كون سعيد سوي كذا سوي كذا
هو مش بيشرح قوي ان انت تكوني سعيده قد ما هو بيشرح مثلا معلومه مثلاً. يعني مثلا يقول لك انه اي مجهود انت بتقومي بيه هو الكون بيستقبله بايجابيه لو انت بتتصرفي بايجابيه وهكذا. طاقه ايجابيه وسعاده خلاص. وانا بخواطر يعني طاقه ايجابيه كلمه اللي هي الكي وورد يعني اللي هي الكلمه السر بس السر. ما بعرف اذا بتوافقيني الراي قد ما صار الموضوع متداول مبالغ فيه صار بعض الناس عندها نفور من الطاقه السلبيه وعندها نفور من الاشخاص اللي بيدعوا الطاقه السلبيه. طبعا شو رايك بهذا الموضوع؟ طبعا اكيد في ناس اصلا عايشه بتستمد طاقتها عن طريق ان هم ينشروا طاقه سلبيه. يعني في ناس اصلا عايشه على كده ان هم مثلا بيكتبوا بوست او بيكتبوا حاجه فيها حزن او وجع او الم وكلنا عندنا احزان واوجاع والام بس مش لازم اتك عليها كل شويه مش لازم اضغط يعني بس في ناس بتاخد طاقتها من كده فما فيش مثلا مقال واحد او كلمه واحده ايجابيه تفرح كده فدايما بنشوفهم بنكتئب فانفولو على طول. مزبوط هذا انفولو يمكن حل سريع وجريء في بعض طبعا. الاحيان بس كمان سمر احنا احيانا كمرتدين للسوشيال ميديا اذا بنشوف مثلا في بوست مش بالقوه المطلوبه او مثلا منشور او مثلا خاطره لكنها مش معموله بالطريقه الصحيحه او الكلمه المعلومات اللي موجودة بالخطرة مش منتقاة بطريقة لطيفة يمكن بخلينا احنا نحس انه ما له داعي يا يكون شعر يا ما في داعي له هذا الكلام. يعني كثير في ناس بتقول لك لا انا بفضل الجأ للشعر لانه فيه وزن وقافية هم ما بيعرفوا انه مثلا الخاطرة ممكن تكون كثير جميلة اذا كان صاحبها عنده الابداع الكافي ليطلعها ويصيغها وينمقها بالطريقة الصحيحة. شو رأيك بالناس اللي بيكتبوا خواطر وهم مو قدها؟ بصي شوفي هقول لك حاجه هو انت ما تقدريش ابدا تتحكمي في الناس اللي بتكتب اي حاجه في الحياه على كل السوشيال ميديا بلاتفورم على كل البلاتفورم. يعني مثلا انت اي نوع من انواع الفنون انت ما تقدريش تتحكمي ابدا في نوعيه اللي بيقدموه او الكواليتي سواء كان رسم او تمثيل او كتابه ما تقدريش تتحكمي. بس هو كمان الموضوع اتفتح جدا لدرجه انه يعني بقى بيقولوا حاجات ما ينفعش تتقال وبيعملوا حاجات ما ينفعش تتعمل ويعني احنا بس اللي انا بعمله مع نفسي انه انا بختار ده اللي انا اقدر اعمله انا بختار اقرا لمين بختار اتابع مين بختار اقول ايه. يعني انا ابتديت بنفسي يعني لانه دلوقتي العالم اتفتح جدا مفتوح والناس كلها بتتكلم التفريغ او طريقه الكلام تفرق بين انه الواحد يمسك ورقه وقلم او انه مثلي مثلا انا زلمه بقعد بكتب على التليفون. طبعا لا حضرتك ممكن تكتب بالورقه والقلم ممكن تكتب على التليفون ممكن تكتب مناديل كتير انا عندي مناديل وانا قاعده بكتب. لا طبعا اي طريقه بس هو الفكره ان انت لازم تطلع الكلام علشان الطاقه الموجوده دي تطلع سواء كانت طاقه ايجابيه او طاقه سلبيه. بس ما بتفرقش ابدا طريقه التعبير المهم انك تعبر يعني عبرت وبلاقي بصراحه الواحد بعديها كتير ارتياح طبعا خصوصا اذا كان متضايق ولو جيتي تقريها بعد كده بعد شويه وقت يعني لو جيتي تقريها بعد كده هتفرق معاكي كتير. مزبوط انا صارت لي هاي القصه كتبت شيء وقت انا كنت كتير متضايقه ورجعت له بعد فتره انصدمت بالطريقه اللي انا كنت كاتبه فيها وقد ايه انا كنت فعلا متضايقه وبتحس كمان ان الحمد لله اني تجاوزت هاي المرحله وما عدت احس بانه هذا الحكي عم بحس فيه هلا. سمر انت نورتينا وشرفتينا واحنا كثير اكيد انبسطنا معك بهذا اللقاء اللطيف. طبعا لازم نطلع بريك هيك بلكي اجانا الوحي وكتبنا شويه خواطر ومن بعدها بنرجع